كده. واخواننا دول مش تعرفني بيهم؟ ابو يزيد وحش اسرائيل، وده محسن ابو طاديه كان سابع في الغربيه، وده عندنا ابو سرور كان فارس من دمنهور. واللي قاعد كمشان لوحده ده يبقى مين؟ محسوبك ابو الفتوح عشماوي اللي قاتل بيده سبع شرقاوي. تعالى يا ابن عليك العين بتطور، يا شبه قنديل في وسط البيت ومنور. ان كنت عطشان اجيب ماء الزلال واسقيك، وان كنت عريان اجيب لك من الحرير واكسيك. عليه ده كله انت تعرفني قبل كده؟ ومين ما يعرفش اللي قتل عمه؟ عمك الحاج شرقاوي يبقى عمك. وجيت لك عشان اجيلك زي ما حد عمي. الحمد لله نعرف تردف يا ادهم. واما قالوا له يا ادهم ليه قتلته ليه؟ قالوا انتوا لما انقتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحدود في الانسان. قام الزلاوي انفرد مهام الزنزانة، وقع حصانها وهرب والبحث جاري عليه. يا وجع بيضة عليك يا شعلان، المسجونين بقى 30 استخفاني وهرب يا جدعان، ودي مصيبتي اللي جاتني الليلة يا اخواتي. يه يه يه، ده مطربك حطان الزنزاني وراح فاني ده يا بقى. واقول ايه دلوقتي يا اخواتي؟ يا مصيبتك يا شعلان. انت عم تبرطم تقول ايه يا شعلان؟ انطق بقى، مالك متبرجل كده؟ في حاجة حصلت؟ المسجون نمرة 30 هرب من الزنزاني. يا ابوي وانت واقف تهبى بيه؟ واقف تعمل ليه هنيه؟ واقف زينه؟ وهرب كيف اذا كان باب الزنزانه مقفول والقفل متربس؟ ما عرفش كيف وقع حيطان الزنزانه من ورا وهرب منه. ايه ايه ايه، وكمان هد الحيطي ولا سمعتش هب ولا دب؟ ليلتك ما هيش بيتي، شوف بقى ايه اللي هيجرالك. ادهم لما هرب ناس من العرب قبلوه، استقبلوا بالكرم من وقت ما عرفوه، ولما حكى قصته على مسمع العربان قالوا له تسلم ودوري في الخيام خبوه. اسمع يا شيخ العرب. خير يا ولدي. أني راجل بدافع عن شرفي وعن كرامتي وحريتي، وعملي دي ماهوش عاجب الوالي الغريب اللي حاكمني، وأني لاجئ لكم. إن ما كفتكش خيامنا تكفيك عنينا. أني عاجز عن شكري لكم يا عربان. أني عندي فكرة يا شيخ العرب. خير يا دهب. إيه رأيكم لو لبست ملابس من ملابسكم وغيرت شكلي وملامحي؟ والله فكرة مليحة وزينة. هادي القفطان وادي الإحرام وادع قال عربي. البس. زين والله زين مليح يا دهم. هديك بقيت بدوي ابن بدوي. هاله كده. انا متشكر يا شيخ العرب. الشكر لله يا ولدي. يا ربي انظر يا دهم. ما تخافوش، دي القوة اللي بتدور عليه. يا حفيظ يا حفيظ، تعال انهض يا دهم، خبي نفسك تحت الاحرام. ادهم ما يخبيش نفسه يا شيخ العرب، ما تخافش، انا اللي حقابلهم واتكلم معاهم. يعرفوك يا دهم ويكشفوا امرك. لا مش هيعرفوني. كلامك غير كلام البدو يا ولدي. ما تخافش انا هتكلم زيكم تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. ما فاتش عليكم واحد هنا لابس هدوم مسجون؟ لو كان قدامكم قريب كنت عثرتوا عليه. لابس ايه يا راجل؟ لابس هدوم مسجون وعليه الرقم 30. مظبوط، هو ادهم كان عندكم هنا؟ معلوم، فاتير دوي عطشان. وراح فين؟ ما تعرفش؟ ما قال طريقه وين، والصحراء مالها طريق. كتر خير، يلا بينا. عجيب والله يا ادهم، خدعته صحة الحيلة. مش قلت لك ما تخافش؟ بالله يا شيخ ما تفارقنا ابدا. لا انا استاذن بقى، وكتر الف خيركم. تروح وين يا رجال؟
الطريق وعر والصحراء مليانة وحوش. أدهم يا شيخ العرب ما يهموش جبال وحوش. ونعم الشهامة يا ولدي، اللي يكون حداه عمل كبير مثلك ما يهمه شيء. صدقت والله يا أدهم، عاشت البطولة والشهامة. حي هذا البطل يا رجال، الليلة ليلة مباركة وليلة زينة، ضيف مكرم هل علينا. جزاكم الله كل خير، انتوا عملتوا الواجب زيادة، لكن بدي ارجع بلدي. بدري يا رجال بدري. ان شاء الله حبقى ازوركم مرة تانية. تفضلوا، ادي ملابسكم ودوني ملابسي. حد الله يا دهم، والله ما تترضي هذه الملابس تاني، هذه على شانك يا دهم. البطل ما يرتدي الا ملابس الابطال. كتر خيركم، سلام عليكم. وبعد ما ودعوه الكل قلبه عليه، فكر في بدران صديقه وراح يطل عليه، ده أصله الطيب. بدران بدران يا صوت هده. أهلا اهلا، تعال تعال ادخل. ازيك يا بدران؟ ازيك انت وزي احوالك؟ قلبي عندك يا ادهم. الحمد لله انا بخير، انا جاي اشوفك، انت وحشتني قوي. القلوب عند بعضها يا ادهم، ما تعرفش قد ايه اني زعلان. ابقى ما بتحبش ادهم، تزعل يا راجل عشان ادهم خد بطار عمه وواقف قدام اللي محتلين بلده. نسيت كلامك ووعدك ليا في المدرسه؟ انا زعلان يا ادهم عشان فرقتك وبعدك عني، و وخايف عليك من الخطر. مفيش حاجة تبقى خطر على دهم، انت عارفني يا بدران. قولي صحيح، خدوك في حراس البشاغة؟ ايوه يا سيدي، خدوني بالعافية ومعايا انفار كتير من العزبة. ايه رأيك في كده؟ يعني الواحد دلوقتي يخاف منك. ده معقول يا دهم؟ ولسه بيدوروا علي؟ طبعا يا دهم، البحث جاري عليك ليل ونهار، والحصار شديد قوي حوالين العزبة، ده انت شطان ولا حدش عارف. ولسه بكرة تسمع اكتر من اللي سمعته. بعد جواب للاغا ويقول انا ادهم، اللي قابلكم بلبس البدو ما عرفتوش، ويا ما بكره تشوفوا من ايه ده يا فندم؟ دي جواب من ادهم. جواب؟ هبط جواب. ادهم كان موجود في صحراء مع بدو، هو اللي كلم هرس. هرس حصل عنده اماين، هرس غبي، هرس بطل. يا خبر ابيض، هو اللي كلم حرس جنابك والحرس معرفوش؟ هبط، لازم تسديد هراسة حضرة نظير،
لازم يفهم هي الادهم دي ولد افريت خرسيز لازم بحث شديد. حضرت ناصر لازم اقبض على ادهم. حاضر يا مشيخة حاضر، انا حدي الاوامر لتشديد الحرس وزيادته اكتر من كده، لازم نجيب لك ادهم ده لحد هنا. يلا هارين افهم حضرت ناصر انا حافظ ادهم. راحوا لأدهم وقابلوا في الجبل بالليل وقالوا له أهل البلد يا أدهم في ويلي ويلي. أهلا وسهلا، انتوا خففتوا عليا الوحدة يا رجال. كلنا هو ده عشم فيكم يا رجالة، بإذن الله هننتصر عليهم ونطردهم من بلدنا إن شاء الله. أنا صممت على كده، دول اليومين دول زودوا هجاوي، حرمنا من المية ومورينا النور يا أدهم، ونحن صابرين. الصبر طيب يا رجالة، كل شيء له وقت وأوان. أنا دلوقتي اطمنت خالص، معايا قوة كبيرة. بس ناقصنا حاجة واحدة بس. ايه يا أنا؟ السلاح، هو ده اللي هيساعدنا ويجو قلبنا، وهو اللي هيخوف العدو منا. ولو اننا مؤمنين وسلاحنا الايمان بالله، نعم بالله، وربنا هينصرنا عليهم من غير سلاح. ازاي هنحصل على السلاح يا عزيزة؟ انا عندي فكرة كويسة. ايه؟ هنلبس كلنا لبس الحرس بتاع البشاغي، واني هلبس ملابس كبير الحراس، وهغير شكلي وملامحي، ونروح كلنا على عزبة البشاغة التاني، واني هرتب لكم ازاي هنتحصل على السلاح بصنعة لطافة. يلا يلا بينا.